لو الحكاية فيها إن فيديو. قولي يا حاجة فضل. إحنا اللي إحنا بنبيع ما عناش باقيين حد يشتري ومش باقيين لحد غدر ياكل ولا اللي بيبيع غدر ياكل. مفيش حد بيشتري، الناس تعبانة كلها. ده ليه يا حاج؟ ما الأسعار قلت. ما الأسعار قلت بس مفيش فلوس. مش باقيين فلوس. إحنا ما عناش باقيين فلوس يشتروا بيها. والله ما احنا ليه فلوس يشتروا بيها، واللي بيجيب حاجه بيقعد بقى يومين ثلاثه يقعد يبيع فيها. بعدين نتفرج على بعضينا ومش مبطلين عياط. عندك كم عيل يا حاج؟ مينني؟ انا عندي سبع عيال وروح 10 15 جنيه، كل واحد يقول لي عاوز جنيه اقول له ما معيش. والله 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 وسجل الكلمتين دول. عايز تضيف حاجة تانية يا حاج؟ عايز تضيف حاجة تانية؟ عاوز ايه؟ عايز تقول حاجة تانية؟ اقول احنا تعبانين والله، تعبانين بجد يعني. واحنا اللي بيبيع غصب عنه واللي بيشتري مش بقى ياكل. مفيش فلوس. طب وايه الحل يا حاج؟ الحل ربنا اللي يحلها من فوق. الحل عايزين نزود الدخل. نزود الدخل بقى. يعني اللي بيقبض 300 يقبض 500، واللي بيقبض 1000 يقبض. عيب من ايه؟ يقول لها يا ست اشتري، تقول جوزي ما معاش فلوس. يا ست اشتري، تقول جوزي ما معاش فلوس. عيب من ايه؟ مفيش. والحاجه بقى علبه السجاير بقت ب 20 جنيه. ما يبطلوها ولا يمنعوها خالص. السجاير. السجاير اهم حاجه، السجاير يمنعوها. الله، ايه يا عم انا صعبان عليها الناس. ده واحده جت هنا بتقول لي اديني بربع جنيه خوخ، بربع جنيه. بقول لها ليه؟ اسف الراعي العيال. انا بخليها